بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحبابنا الكرام، إخوة الإيمان والإسلام، نرحب بالجميع ونفرح بحضور الجميع. صيام رمضان عبادة عظيمة من أفضل الطاعات وأجل القربات وأحد أهم أمور الإسلام. يعني بما أننا نحن على أبواب شهر رمضان، يعني ما بقي إلا القليل، أحب أن أتكلم عن أمر مهم في بداية كلامي، يتعلق بمعرفة كيفية ثبوت شهر رمضان. أحبابنا الكرام، اتفق علماء المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الأصل في تحديد أول رمضان هو التالي: يراقب الهلال بعد غروب الشمس 29 من شعبان، فإن رؤي الهلال كان اليوم التالي أول رمضان، وإن لم يرى الهلال يكون اليوم التالي 30 من شعبان، والذي بعده هو أول أيام رمضان. على هذا درج المسلمون في كل بلاد الدنيا من أيام الصحابة الكرام، وبذلك أفتى الفقهاء ونصوا أن العمدة على هذا، وأنه لا التفات إلى أقوال أهل الحساب والفلكيين، ولا عبرة بكلامهم لتحديد ابتداء الصيام أو انتهائه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والأهلة جمع هلال، وهو أول حال القمر حين يراه الناس أول ليلة من الشهر. قل هي مواقيت للناس، جمع ميقات، والمعنى ليعلم الناس أوقات حجهم وصومهم وإفطارهم، وليعلم الناس أوقات عدة نسائهم، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالأهلة. لذا يقول علماء المسلمين: يجب وجوبا كفائيا ترائي الهلال لكل شهر. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما، وفي رواية: فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. على هذا الصحابة، على هذا أهل بيت رسول الله، على هذا السلف الصالح، على هذا علماء المذاهب الأربعة وغيرهم. هذا كتاب فتاوى الرملي على مذهب الشافعي، يقول فيه: إن الشارع
لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية بقوله نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. وفي حاشية ابن عابدين على المذهب الحنفي لا عبرة بقول المؤقتين أي في وجوب الصوم على الناس بل في المعراج وهو كتاب لا يعتبر قولهم بالإجماع. وفي الدر الثمين والمورد المعين على المذهب المالكي ولو كان إمام يرى الحساب فأثبت به الهلال لم يتبع لإجماع السلف على خلافه. وفي كتاب المغني على المذهب الحنبلي إن بنى على قول المنجمين وأهل الحساب فوافق الصواب لم يصح صومه وإن كثرت إصابتهم لأنه ليس بدليل شرعي يجوز البناء عليه ولا العمل به. هذه أقوال المذاهب الأربعة وكتبهم مليئة بذلك. الوقت لا يسع أن نذكر كل ما في هذه الكتب، ولكن نصيحتنا لكل مسلم أن يتمسك بما قاله فقهاء المذاهب الأربعة الذين أجمعت الأمة على علو شأنهم، وأن لا يلتفت إلى المخالفين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله على نبيه محمد فيثبتون رمضان وعيد الفطر على الحساب والفلك. فقد روى أحمد والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. فيا أحبابنا الكرام لا عبرة بهؤلاء الذين يثبتون رمضان قبل يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو أكثر اعتمادا على الحساب الفلكي، لا عبرة بهؤلاء الذين يثبتون عيد الفطر اعتمادا على الحساب الفلكي، وهكذا لا يعتمد على الحساب الفلكي في إثبات أي شهر عربي، إنما العبرة بما ذكرناه. وهذا قول نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم هو العمدة وهو الحجة، فمن أراد أن يعمل بسنة نبينا فهذه هي السنة النبوية المطهرة. وأما الحساب الفلكي فشيء آخر، الحساب الفلكي مهما كان دقيقا، وبعد أن تمت يعني بيننا وبين عدة مراكز للحساب الفلكي في أمريكا في بريطانيا في فرنسا في أستراليا حتى في السعودية وفي غيرها، تمت المراسلة بيننا وبينهم وأرسلوا لنا رسائل فيها أنه بالحساب الفلكي لا نستطيع أن نحدد بدقة متى يرى الهلال، يعني مهما بلغت الدقة في الحساب الفلكي يمكنهم أن يعرفوا متى يكون أول ولادة القمر. أما في الشرع الإسلامي فليست العبرة بأول ولادة القمر أو بأول وجود للقمر، العبرة متى يرى. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لم يقل صوموا لولادته، صوموا لولادة القمر وأفطروا لولادته، لا، قال صوموا لرؤيته، معناه نذهب للمراقبة فإن رأينا نثبت، إن لم نرى أو غم علينا، إن حتى ولو كان القمر وجد
لكن حال بيننا وبينه غيوم ما رأينا، نكمل العدة 30. هذا قول نبينا، وهذا مما أوحى الله به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ليعمل الناس بهذا إلى يوم القيامة، ليس كما يدعي بعض الناس اليوم يقولون هذا الشيء كان بالماضي، هلا في تكنولوجيا بعضكم عم تشتغلوا بهالأشياء. يقال لهم التكنولوجيا شيء وكلامنا عن شيء آخر. هذه التكنولوجيا والحسابات الفلكية مهما كانت دقيقة لا يستطيعون تحديد بدقة متى يرى القمر، فهم يتكلمون عن شيء آخر، عن أول وجود للقمر. أما نحن في الشرع نتكلم عن متى يرى القمر، هذا شيء وذاك شيء، فبعض الناس يخلطون بين هذا وهذا ويموهون على ضعفاء العقول. فإياكم، ثم إياكم أن تتبعوا أولئك الدعاة إلى جهنم الذين يحرفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زال يوجد منهم إلى اليوم، يحدد رمضان قبل أسبوع أو أسبوعين، يحدد العيد قبل أسبوع أو أسبوعين. ليش؟ تبين أنه لأنه في مواعيد رسمية وفي مواعيد مع وزراء أو نواب، لأنه النائب أو الوزير إذا قلت له بعد المغرب أو بعد العشاء أو قبل منتصف الليل غدا صباحا تعال إلينا، يقول لك هذا وقت قصير، بدي وقت أطول حتى تخبرني متى. لذلك هؤلاء الذين يقولون بالحساب الفلكي في رمضان وفي عيد الفطر، في عيد الأضحى يسكتون، لا يتكلمون عن الحساب الفلكي، إنما يمشون على حسب المراقبة. وبعض هؤلاء المتذبذبين المشوشين المشوشين يقولون يا شيخ كيف برمضان بدك تاخذ بالبلاد العربية ونحن بعاد عنهم بالوقت وبالمسافة، بدنا ناخذ بالحساب الفلكي. نقول له وأما في عيد الأضحى ألا تأخذ بمراقبة الأهل على حسب البلاد العربية؟ يسكت، بيتبع في أمر عيد الأضحى المراقبة في البلاد العربية حتى يكون وقت عرفات ووقت عيد الأضحى معهم، عند ذلك يسكت ما عنده جواب. فإذا تبين أن مراده بالاعتماد على الحساب الفلكي لإثبات رمضان ليس لرضا الله، ليس لتطبيق الحكم الشرعي، كان لغرض دنيوي، والله حسيبه يوم القيامة. نعم، شوشوا على الناس، ازداد الناس بسببهم ضياعا، ولكن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. أحبابنا الكرام، بالنسبة لمراقبة الهلال، نحن في دار الفتوى المجلس الإسلامي الأعلى في أستراليا نخبر من يتعاون معنا في جميع الولايات لمراقبة الأهلة في كل شهر، فعلى حسب الحكم الشرعي نمضي. وهنا أمر مهم أبينه للناس، أنه يجوز في أغلب المذاهب الإسلامية، مذهب الحنفي ومذهب المالكي وغيرهما، إذا ثبت رؤية الهلال بالطريق الشرعي في بلد من بلاد المسلمين لو في الشرق، فعلى أهل المغرب أن يتبعوهم. أما في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، لكل بلد أن يتبع مراقبة هذا البلد الذي هو فيه، ومن يوافق هذا البلد في اتحاد المطالع بالشروق والغروب لهم ذلك. أما في مذهب الحنفي لو في المغرب ثبت بالطريق الشرعي دخول الشهر العربي، دخول رمضان مثلا، على بقية البلاد أن يتبعوه. من عمل بمذهب الشافعي لا يعترض عليه، ومن عمل بكلام أولئك المذاهب فلا اعتراض عليه، إنما الاعتراض على من يخالف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فطوبى لمن تمسك بجماعة المسلمين وجمهورهم وكلام نبيهم، والندامة يوم القيامة لمن
اتبع غير سبيل المؤمنين وشذ عن منهاجهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين يا أرحم الراحمين. أحبابنا الكرام، نكمل في كتاب العلم للإمام أبي عبد الله البخاري من صحيحه، من كتابه الجامع الصحيح، جزاه الله تعالى كل خير عن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن بعون الله تعالى سنتابع في قراءة هذا الكتاب طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى، مع حل بعض الألفاظ من غير التوسع في الشرح، لأنه كتاب مهم والحمد لله غالب ما فيه واضح، فنحث أنفسنا ثم نحث غيرنا على قراءة هذا الكتاب مع الفهم الصحيح. وبالسند إلى الإمام أبي عبد الله البخاري يقول: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. هذا الباب معقود لأمر مهم يتعلق بأن المفتي قد يجيب السائل على سؤاله بالإشارة، قد تكون الإشارة باليد، قد تكون الإشارة بالرأس، فيأخذ السائل الجواب من المفتي، وهذا ما حصل مع نبينا صلى الله عليه وسلم كما سيمر معنا ويتبين لنا مما سنقرأه إن شاء الله تعالى. يقول: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح، فأومأ بيده ولا حرج. معناه يا أحبابنا الكرام، كما مر معنا في الدرس السابق، أن أحدا سأل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أعمال يوم العيد، فقال له: أنا ذبحت قبل أن أرمي، ذبحت الهدي قبل أن أرمي جمرة العقبة، وكان ذلك بعد دخول منتصف ليلة العيد. معناه: هل يجزئ؟ هل علي شيء؟ فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة، أشار بيده الكريمة هكذا: ولا حرج. قال: ولا حرج. هذه قال من باب إطلاق القول على الفعل، أشار إشارة تفيد ولا حرج، لا ضرر، لا إثم في ذلك. فقال قائل أيضا يسأله: حلقت قبل أن أذبح، حلقت قبل أن أذبح الهدي، فأومأ بيده ولا حرج. معناه: أجابه النبي صلى الله عليه وسلم على ما سأل بالإشارة بيده الكريمة صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. يقبض العلم معناه كما بينا بقبض العلماء، بموت ناقليه، ويظهر الجهل والفتن. ويكثر الهرج، قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. معناه: أجاب نبينا صلى الله عليه وسلم على السائل الذي قال: وما الهرج؟ أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة يده، حرفها، حركها كالضارب، ففهم السائل فقال: كأنه يريد القتل. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري رحمات الله عليه فقال:
حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت، هذه فاطمة هي فاطمة بنت المنذر، فاطمة بنت المنذر، وهذه أسماء هي أسماء بنت أبي بكر. أسماء تكون جدة لفاطمة. قالت أتيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس. دخلت أسماء على حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، والسيدة عائشة كانت تصلي، فأسماء رأت الناس من خلال الحجرة، رأت الناس في المسجد، رأتهم أنهم في حال اضطراب مضطربين، ورأتهم فزعين، فقالت أسماء لعائشة ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، فأشارت السيدة عائشة إلى السماء أي انكسفت الشمس، فإذا الناس قيام. معناه هذه السيدة أسماء تروي تقول فإذا الناس أي رأت بعض الناس قيام في صلاة الكسوف، يعني كأنها التفتت، كأنها التفتت من حجرة السيدة عائشة إلى من في المسجد. فقالت سبحان الله، أشارت السيدة عائشة قائلة سبحان الله، عائشة ذكرت فقالت سبحان الله. قلت السيدة أسماء تقول قلت آية يعني علامة، فأشارت برأسها، أشارت السيدة عائشة برأسها أي نعم. وكانت الإشارة في أيام الصحابة إلى الأمام بالرأس معناه نعم، إذا أرادوا أن يقولوا لا يشيرون بالرأس إلى فوق. فوهي تصلي أشارت السيدة عائشة برأسها إلى الأمام يعني أي نعم. فقمت قالت السيدة أسماء، فقمت يعني فقمت في الصلاة حتى تجلاني الغشي، حتى علاني الغشي. الغشي هو طرف من الإغماء، وهنا المراد الحالة القريبة منه. فجعلت أصب على رأس الماء، تقول السيدة أسماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي. معناه ما من شيء لم أكن أريته، مما يصح عقلا أن يرى ويليق عرفا مما يتعلق بأمر الدين وغيره، ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته رؤية عين حقيقة في مقامي حتى الجنة والنار. قال الحافظ ابن حجر رويناه بالحركات الثلاث فيهما، الجنة الجنة الجنة، والنار النار النار. معناه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء في هذا المقام الذي أنا فيه إلا وربي أراني إياه، فأوحي إلي، يقول سيدنا رسول الله، فأوحي إلي أنكم تفتنون، معناه تمتحنون وتختبرون، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، من فتنة المسيح الدجال. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال، لكن الراوي شكه
ما حفظ ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. والشك هو من فاطمة بنت المنذر. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ معناه يقال للمفتون: ما علمك بهذا الرجل، أي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هكذا يسأل الملكان منكر ونكير الإنسان في القبر، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن: لا أدري بأيهما قالت أسماء. فاطمة بنت المنذر شكت أسماء ماذا روت لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفظ المؤمن أو الموقن. النبي قال المؤمن أو الموقن، لكن هذه فاطمة بنت المنذر شكت ماذا روت لها أسماء. فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، جاءنا بالمعجزات الدالة على نبوته، والهدى الدلالة الموصلة إلى البغية، فأجبنا واتبعنا. هو محمد، يعني المؤمن يقول هو محمد ثلاثا، معناه ثلاث مرات. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به، معناه الملكان يقولان له ذلك. وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أي ذلك قالت أسماء، يعني كذلك الشك من فاطمة. فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر، فيه إثبات سؤال الملكين، وأن من ارتاب شك في صدق الرسول فليس بمسلم. وهناك فوائد أخرى في هذا الحديث النبوي الشريف. ثم نتابع ما قاله الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. باب تحريض النبي، حس النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قد حس وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم. ثم تابع الإمام البخاري رحمه الله وقال: مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. كذلك هذا فيه حث من نبينا صلى الله عليه وسلم، قال لمالك بن الحويرث: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، معناه فعلموهم أمر الدين، فعلموهم أمر الدين. ثم بالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري يقول: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، كنت أعبر بين ابن عباس وبين الناس، معناه أعبر لهم ما أسمع من ابن عباس وأعبر لابن عباس ما أسمع منهم. فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد أو من القوم؟ كذلك هنا الشك هو من الراوي، من الوفد أو من القوم؟ الراوي شك ماذا قال النبي، هذا أم هذا؟ قالوا: ربيعة، لأن عبد القيس من أولاده. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا نداما، معناه غير مهانين. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، من سفرة بعيدة،
وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. بيننا وبينك يا رسول الله هذا الحي من كفار مضر، لا نستطيع أن نأتي إليك في كل أسبوع في كل شهر إلا في شهر حرام، إلا في الأشهر الحرام، والمراد هنا في شهر رجب، لأن الكفار كانوا يمتنعون عن القتال في الأشهر الحرم، فعندها نتمكن أن نأتي إليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا، نخبر بالجزم ويجوز الرفع، نخبره من وراءنا ندخل به الجنة. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب العظيم، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وطعت الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. هذا الحديث النبوي الشريف ما شاء الله يعني عظيم الفوائد. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه هذه الأشياء، فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم، فقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. هنا تكلم عن الإيمان فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. أما في حديث آخر كحديث جبريل، وهذا حديث معروف بين الناس، أن النبي قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. إذن هنا قال عن الإيمان وذكر الشهادة مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هناك قال عن الإسلام. قال أهل العلم ومنهم الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في هذا بيان أن الإسلام والإيمان من حيث الشرع متلازمان، شرعا متلازمان، هما كالظهر مع البطن لا يفترقان، كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. أما من حيث اللغة الإسلام معناه الانقياد والإيمان معناه التصديق. ثم قال ونهاهم عن الدباء. الدباء هو القرع اليابس، معناه نهاهم عن استعمال هذه الأوعية بالخصوص في أمر الانتباذ من النبيذ. كانوا يضعون ماء وتمر، هذا يقال له نبيذ، ماء وعسل، ماء وزبيب، ماء وذرة، يقال له نبيذ هكذا في لغة العرب، هذا يقال له نبيذ. فكانوا يستعملون الأوعية في هذا الانتباذ، فنهاهم عن استعمال هذه الأوعية بالتحديد، نهاهم عن استعمال هذه الأوعية بالتحديد، لأنه يخشى من استعمال هذه الأوعية بالإسراع في الإسكار، ورخص لهم بقية الأوعية. نهاهم، وهذا كان في أول الأمر، عن الدباء والحنتم جرار خضر مطلية، والمزفت هو المطلي بالزفت. قال شعبة ربما قال النقير، النقير هو الجزع المنقور يتخذ منه وعاء، وربما قال المقير، المقير هو المطلي بالقار نبت يحرق إذا يبس تطلى به السفن وغيرها.
فنهاهم عن استعمال هذه الأوعية بالخصوص. لماذا؟ يخشى من الإسراع بالإسكار. ثم بعد ذلك جاء الوحي بالرخصة باستعمال هذه الأوعية وغيرها، لكن بشرط أن لا يصل إلى حد الإسكار. إذن هذا الحديث فيه فوائد عظيمة يا أحبابنا الكرام. ثم تابع البخاري رحمه الله فقال: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. هنا الرحلة بمعنى الارتحال. إذا طرأ عليك طارئ فاحتجت إلى معرفة حكم شرعي، من تسأل؟ تسأل العلماء الثقات إن كان في بلدك، وإلا فترتحل إلى بلد آخر فيه علماء لتسأل. وهذا ما حصل، لأجل هذا ترجم البخاري وعنون هذا الباب. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز. هذه الامرأة يقال لها غنية وكنيتها أم يحيى. فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. هذا عقبة تزوج من امرأة، بعد أن تزوج جاءته امرأة تقول له: إني قد أرضعت عقبة وأرضعت زوجته. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. في بعض النسخ أرضعتيني، ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. ماذا سيفعل هذا عقبة؟ فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عقبة ركب من مكة المكرمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل. ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف، أي كيف تباشرها وتفضي إليها وقد قيل إنك أخوها من الرضاعة. عندئذ فارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، يعني بعد فراق عقبة نكحت زوجا غيره. باب التناوب في العلم. التناوب معناه بأن يأخذ هذا مرة ويذكره لهذا، والآخر مرة ويذكره له، يتناوبون. هذا يأتي لحضور مجلس العلم، وذاك يتخلف لعذر عنده، ثم يأتي هذا الذي حضر يخبر من غاب: سمعت النبي يقول كذا وكذا. ثم يأتي الثاني يحضر والأول يغيب لعذر، فيتناوبون فيما بينهم. ما شاء الله، هذا أمر مهم ونفقده كثيرا في هذه الأيام. من يأتي هذا إذا جاء لحضور مجلس العلم لا يخبر من غاب، ومن غاب لا يستفهم ولا يستعلم ممن حضر: ماذا سمعتم، ماذا تعلمتم، فاتني أشياء، من يعلمني. قل من يفعل مثل هذا في هذه الأيام. فبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري يقول: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر أنه قال، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار. عنده جار واسمه عتبان بن مالك. كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد.
معناه في قبيلة أمية ابن زيد، وهي من عوالي المدينة، وهذه قرى شرق المدينة. وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما، يعني جاري ينزل يوما، وأنزل أي أنا أنزل يوما. لأي شيء؟ لتعلم العلم. لأي شيء؟ لتعلم العلم. فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، يعني ما أسمعه من النبي وما أراه أخبره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته، يعني في دوره نزل، فسمع هناك بين الناس يتكلمون، سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه، فضرب بابي ضربا شديدا. هذا رجع وضرب باب عمر بن الخطاب ضربا شديدا، فقال: أثم هو هناك عمر؟ قال: ففزعت فخرجت إليه، فقال: قد حدث أمر عظيم، في ظنه أن الرسول طلق نساءه. قال، يعني عمر بن الخطاب: فدخلت على حفصة. عمر بن الخطاب دخل على ابنته، حفصة هي ابنة سيدنا عمر رضي الله عنه وعنها، فإذا هي تبكي، فقلت: طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي، عمر يقول: ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. هذا الباب بوبه الإمام أبو عبد الله البخاري لأجل التناوب في العلم، وهذا مما ينبغي من طلبة العلم فيما بينهم. هذا الأمر، قد أنت تحضر في مجلس العلم وأنا أغيب لعذر، ثم آتي إليك وتخبرني ماذا سمعت من أهل العلم الثقات، أو بالعكس نتناوب فيما بيننا الحضور في مجلس العلم حتى لا يفوتنا هذا الخير العظيم. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري فقال: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. معناه الواعظ والمعلم والمرشد إذا رأى شيئا يكرهه يغضب، وهذا لا ينافي الأدب، لأن هذا الغضب في محله. متى يكون منافيا للأدب، متى يكون أمرا معيبا؟ هو الغضب في غير محله. حتى أن من الناس لا يقتصرون فقط على الغضب في غير محله، بل يغضبون في غير محل الغضب ويزيدون بارتكاب المحرمات والموبقات بالقول أو بالفعل. حتى إن من الناس من يصل به الحد في حال غضبه إلى أن يتلفظ بألفاظ تخرجه من الإسلام، أو يفعل أفعالا تخرجه من الإسلام، شعر أو لم يشعر، شعر أو لم يشعر. فهذا الذي وقع في هذا اللفظ المخرج من الإسلام أو في ذاك الفعل المخرج من الإسلام، ما عليه إلا أن يتدارك نفسه بالدخول في الإسلام فورا بالنطق بالشهادتين، لأن الغضب ليس عذرا. إنما هذا الباب لبيان أن العالم إذا رأى شيئا يكرهه قد يغضب. هذا ما رواه الإمام البخاري، فبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، لا أكاد
يعني أنا لا أقرب من صلاة الجماعة بل أتأخر عنها من أجل التطويل. فلان هنا ما سمي بالاسم، لكن في بعض الأحاديث سمي، وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه، هو يطول في أمر الصلاة، فأنا لا أقرب من الصلاة بل أتأخر عنها، أتأخر عن صلاة الجماعة لأجل هذا الأمر، فأنا لا أكاد أدرك الصلاة لأنه يطول. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، تنفرون الناس عن الجماعات، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريضة، فإن فيهم المريضة والضعيفة وذا الحاجة. معناه المريض الذي ليس بصحيح، والضعيف معناه ليس بقوي، ليس بقوي الخلقة كالنحيف أو المسن، وذا الحاجة معناه صاحب الحاجة. قد يكون خلفنا من يصلي معنا الجماعة لكنه مريض، فيأتي للصلاة ثم يرجع، لا يتحمل التطويل، وكذلك الضعيف، ضعيف الخلقة الذي ليس بقوي الخلقة، لا يتحمل التطويل، وصاحب حاجة عنده حاجة ينتظر حاجة ما، فإذا أطلنا عليه في الصلاة قد لا يقضي حاجته، قد تذهب حاجته. هنا النبي يرشدنا، يرشد الأئمة: فمن صلى بالناس فليخفف. نحن اليوم نعرف أنه أمر التخفيف عندنا في صلاة الجماعة بيختلف عما كان عليه أيام الصحابة. اليوم إذا قرأ الإمام مثلا سورة سبح اسم ربك الأعلى، قد يأتي من يقول: طولت علينا يا شيخ، ولما نصلي بالناس في صلاة التراويح بيطلبوا طلب، لو بتقول للإمام ما يطول بعد الفاتحة يقرأ هيك آيتين ثلاثة، وبيعتبروها أنه بعض الناس يمكن طويلة. على كل، بارك الله فيكم أحبابنا الكرام، نقف هنا إن شاء الله، وبعون الله عز وجل نكمل في درس آخر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، نسأل الله تعالى أن يمكننا من الصيام على الوجه الذي يرضيه. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم أعنا على غض البصر يا رحمن يا رحيم. اللهم يا ربنا فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، أعنا في رمضان على أداء الطاعات على الوجه الذي يرضيك، آمين. وارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم يا ربنا والطف بالمسلمين حيثما كانوا، في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي أفغانستان وفي كشمير وفي بورما، اللهم الطف بالمسلمين حيثما كانوا يا أرحم الراحمين. وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الأمين، وفقنا الله وإياكم في حفظ الله رب العالمين، أستحفظكم الله.